يا صمد يا صمد يا ملك الملك يا صرمد تحكم الكون وانت في سمك العالية احمدك واشكرك واذكرنا بيك محمد ختم الانبياء يا سعد من هو نبيا قلب صالح الهردي وابو قيس واحمد أنعم الله ما سشى ليلة العوكارية غزتنا على غير حق والله يشهد واحدثت في البلا ضجة وهزة قوية وأعلنت بالطوارئ في المكان والمحطات حول بيت الناس اعتبر نفسك انك صرت في قبضة اليد سلم الامر ولا حالاتك منتهية والمقدم وجه الدين اللي فيك مقصد والنهاية يقول هي مشكلة مقصده باي جاي له رزق بارد مبرد يقضي اغراض فينا جاي وهي من جالية حول المعركة من دخل الشور قال وصف وابتلاني بها وهدني ارواح هدية كلفونا فتحنا الباب ذي هم بنات فتحت الجن هي الجندي وأميرة السارية دارت المعركة ساعة من الوقت وزياد بالقنابل وبالرشاش والبندقية قالت الأم يا ناجد ويا وتويات وارحم الطفل حيرته في فؤادي كانت ازيد وازيد من صراع العدو وشرب كاس المانية ولدي يما الولد كفي دم وعيش من الخد الشرف يختلف ما بين ديه وذيه والهوى لا يرد والموت يقرب ويبعد لعنك الله على من عاش عيشه دانية اسكني بالإشارة في المكان والمحدد وإنما لن فقدني موت موت أهانية ساعة الصفر دقت وانت يا ربي يشهد وانت يا بابا يا غرب دي وسع شوية البلاد ظلمت والجو كله تلطت مثل شخبا البارد والرعد يسمع عداوية من رقد له رقد ومن تمرت مرت سيلنا جاي ورد يا ليلة الواردية يا حمود قلنا جيلة يا فليت محمد وابن عمي ناسي بي ذي يا ابو العاشية خذوا المعركة في ظلمة الليل الأسود والسما ظللت بالنار والموت فعيا انت يا قايد الحملة تفقت تفقت حالتك وغنى مسامرة على المسرحية
والذي راسلك يا طاير السعد عمد، والمخطط فشل والرطل صباح واقية. من بكى له بكى ومن تنهد تنهد، من لعب الحانش يصبر لنسحه وكية. والعسيب استعد وفض وعد الهدي وعد، نام فوق الشجر واصبح يزف التحية. لبيت الناسم يا قرية الأرض والجد، حدا مثلكم صلى صلاة الضحية. يا للأعماس والمرخم يزور بات الحد، يا لوديه للأنتم رجال الحامية.